ما بين السطور تعسف، ما خلف الحروف تخلف، في كل الشعوب تطرف، عقيدة الإرهاب تفلسف، غضب تعصب تأفف. لن نخاف الظلم والجهل من بعد الآن، فالإرهاب ليست سوى فكرة غرزوها وغرسوها في ضعاف القلوب، فقاموا بالقتل جهلا وزورا. واليوم أقف أمامكم لأدعو الجميع أن نواجه تلك الفكرة بالفكر، فأقلامنا أقوى من بنادقهم وإيماننا أرسخ من فكرهم. تطرف، تعصب، إرهاب، رجوع لقانون الغاب. الإرهاب فكرة، والأفكار لا تحارب إلا بأفكار مضادة. الجهل ينقرض بالعلم، والحرب تنتهي بالسلم، والكره لا يتلاشى إلا بالحلم. إلى اللقاء.